حضراتكم عارفين الخط ده عمره 30 سنة، والخط ده متهالك وتعبان ويحتاج إلى المليارات، يعني الخط الثاني والثالث وضعهم أفضل كثيرا. حصل في الفترة الأخيرة لما جه الوزير كامل وزير، فريق كامل وزير، أعطى اهتماما واضحا للخط الأول، ده كان الخط الأصلي وده أقدم خط. فتم توفير 15 مليار جنيه علشان يتم تجديد العربات، 38 قطارا مكيفا للخط الأول والثاني ب 15 مليار جنيه. حضراتكم عارفين انه التكييف ده موجود في الخط الثالث، والخط الاول ده ما كانش فيه تكييف، فهيبدا الان الاحلال والتجديد، لانه فعلا هذا الخط تعب كتر خيره. يعني قدرت برضو الهندسه المصريه تقدر انها تخلي هذا الخط مستمر وشغال وبيخدم الناس، انما الحمد لله خلاص قرروا ان هم هيشتروا 32 قطارا مكيفا تعمل بأحدث تكنولوجيا في العالم بتكلفة قدرها 378 مليون يورو و 640 مليون جنيه، وستعمل في المرحلتين الرابعة والثالثة من الخط الثالث المترو بجانب 8 قطارات العاملة حاليا بالمرحلتين الأولى والثانية من الخط الثالث. سعداء جدا إن ده بيحصل. مترو الأنفاق ده شيء جميل. لما هيحصل كمان المونوريل اللي هيربط 6 اكتوبر بالعاصمة الإدارية، ياخد البلد كده بالعرض ويعدي على العاصمة القديمة ويصل للعاصمة الجديدة، كل هذه المواصلات هتخلي الناس حياتها أفضل وتخلي الشوارع أفضل شوية، لأنه طبعا المرور في مصر لا يطاق وصعب جداً، والتغيير فيه حاجة كويسة جدا. خبر بقى دمه خفيف،